منذ نشأته يعد الأزهر الشريف منارة للعلوم وقبلة لمن أراد العلم ومركزا للمعرفة والوسطية. في أروقته تعلم الملوك والسلاطين والقضاء، وفي جامعته تخرج الرؤساء والوزراء والسفراء من أصقاع الدنيا. ومن صحنه انطلقت الثورات، ومن على منبره انتشر الإسلام في بقاع المعمورة. واختفت هذه الأروقة لفترة من الوقت، لكنها عادت وبقوة، وانتشرت الحلقات والدروس والمجالس الدعوية والمحاضرات. تأتي فكرة إحياء الرواق الأزهري في الجامع الأزهر لعودة الدراسة إلى ما كان عليه الأزهر القديم، حيث لا يحرم أحد من تحصيل ما فاته من ثقافة إسلامية نيرة ممن ليسوا التحقوا بالأزهر منذ نعومة أظافرهم. فهؤلاء يعني لهم حق على الأزهر أن يوجههم ويرشدهم ويعلمهم. الرواق الأزهري هذا من الأعمال التي ينبغي أن تفتخر بها مصر وأن يرفع بها علم الأزهر الشريف. فلا زال الأزهر الشريف على مستوى العالم كله منارة يلجأ إليه طلاب العلم في كل زمان ومكان. الأزهر، الغرض من الرواق الأزهري نشر الوسطية ومقاومة الفكر المنحرف. ما بين دروس علمية معاصرة ومسابقات وورش عمل، تعود الحياة للأروقة الأزهرية وتحمل معها شعلة العلوم مرة أخرى من خلال أروقة متنوعة مثل رواق العلوم الشرعية والفكر والثقافة ورواق الدعوة والقرآن ورواق اللغات الأجنبية. في رواق اللغة الإنجليزية بنحرص كما هو الأمر في الأروقة المتاحة باللغة العربية على تعليم صحيح الدين ونشر رسالة الأزهر الوسطية في ضوء المنهج الأزهري الذي يتسم باتصال السند والذي يتسم بمراعاة مقاصد الشريعة وتنزيل القرآن الكريم على مواضعه، وأيضا الانفتاح على التراث والبناء عليه والاستفادة منه. كل هذه أمور نسعى بالتأكيد إلى التركيز عليها ونوفر الكثير من الخدمات التعليمية في هذا الخصوص. مثلا نعمل على توفير ترجمة لخطبة الجمعة باللغة الإنجليزية ويعقبها حوار مفتوح مع كل الحضور سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين أو حديث إسلام. يمثل اختلاف الدوافع لدى طلاب الرواق تحديا كبيرا لإشباع الحاجة والرغبة في معرفة المفهوم الصحيح للإسلام ووسطياته والنصوص الإسلامية والدلائل والإسناد وغيرها من العلوم المعاصرة. طبعا الأزهر معروف منذ القدم بوسطيته واعتداله، لذلك عندما تم الإعلان عن فتح رواق الأزهري مرة أخرى كما كان عليه من أكثر من 1077 عام، طبعا يعني أحببت الالتحاق بالرواق الأزهري لكي أتدرج في العلوم، لأنه طبعا يعني من الأهم السمات في الأزهر أنها تعتمد على التدرج كما أنها تعتمد على الوسطية كوسطية في العقيدة والشريعة وكذلك الحقيقة. أنا جيت هنا جامع الأزهر كان فيه إعلان قرأته وقدمت أن أنا أشترك في العلوم الشرعية والحمد لله قبلت، واستفدت من الأروقة كتير جدا. أول حاجة استفدتها من العلماء، علماء الأزهر فيهم تواضع شديد، التواضع بتاعهم معزة. سمات دين أول حاجة كان اتساع العلوم وشمول المعرفة بالعلوم كلها. المنهج الأزهري لا يقتصر فقط على العلم الشرعي من فقه وحديث وغيره، لكن يقتصر على بقية العلوم كلها، بيشمل الطب والكيمياء والهندسة والجبر، يعني يشمل جميع العلوم، دون اتساع مفهوم العلم نفسه. تاني حاجة استفدتها هو أو يعني دي أهم حاجة بتميز المنهج الأزهري هو الإسناد. الإسناد أهم شيء، يعني الإسناد إلى الأشياخ كابرا عن كابر. لما ابتدينا بقى ندرس في الأروقة الأزهرية درسنا في مواد مثلا أدلة شرعية في أصول الفقه، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. لما نجد الأدلة المختلفة فيها وناخدها وطبقها عندنا على الأعمال بقى المصرفية فاضطريت أعمل فيها رسالة، والرسالة ديت يعني وضحت لكثير من الناس. كل اللي بيقرأ بقى ابتدى يقرأ على علم، وانت بعدين بتعلم الناس دلوقتي على اعتبار ايه؟ من خلال الشرع، من خلال أدلة شرعية، من خلال الفقه، من خلال
الامور اللي تعلم اللي جت في 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 المنهج الازهري، المنهج الوسطي المعتدل الذي يعتمد على التفكير. انا عايزه اخدم الدين بتخصصي في التاريخ، تمام؟ فطبعا لما ده كان سبب من اسباب الرفض، فانا توقفت لان انا عايزه الثواب والاجر، مش عايزه ان انا اتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى بما ليس لي به علم يعني. فقررت ان انا اجي اتعلم، فعشان اتعلم لازم اخد طبعا العلم من اصوله، وخصوصا انا كنت برضو بعمل بعض الابحاث في الجانب التاريخي واخلطها بالدين، فكنت برجع لكتب التراث وبرجع للمصادر، فكنت برجع للكتاب انا محتاجه اللي يفهمني اللي فيه. في تلك الاروقه نرى التناغم والتكامل لخدمه المسلمين في كل مكان، من منطلق المسؤولية التاريخية والصورة الذهنية للأزهر الشريف في عقول وضمائر الناس، ليتضمن الرواق الآلاف من الطلاب الوافدين لدراسة اللغة العربية وتعلم القرآن من أصول الدين والفقه والتجويد والتفسير. أنا كنت أريد أن أتعلم الدين، فبدأت أتعلم الدين في بلدي. في بلدي التحقت بمعهد من معاهد في بلدي، فوجدت هناك أساتذة كثيرة جاءوا من اليمن، جاءوا من الهند، من المدينة، من مكة، من مصر، من كل بلاد الإسلامية. فوجدت أشد تعجبا، يعني يعجبني كثيرا في شرحه الواضح وفي بيانه الرائع، هو الذي أساتذة الذين جاءوا من مصر. أريد أن أتعلم لغة عربية في رواق أزهر. بأنشطة متعددة تضم أكثر من 10 برامج تدريبية متخصصة تصب في مصلحة طلاب العلم وتحصينهم من الأفكار المتطرفة ونشر الفكر الوسطي المعتدل وصالون الرواق الفكري للتقارب والحوار بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى مجلس علم الحديث الذي يضم الآلاف من الطلاب ويعتمد على القراءة والإسناد لأمهات الكتب والتراث الإسلامي، ليعود الجامع الأزهر مكانا لملتقى العلوم الشرعية.